تركوا ديارهم وأرضهم وأموالهم وثرواتهم وكل ما يملكون في مكة من أجل أن يحرصوا وأن يحموا دينهم وأن يبقوا على التوحيد وأن يتشبثوا بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكثيرون بل بعض المسلمين ربما يتركون دينهم ويتركون كل شيء يمت إلى دينهم بصلة من أجل الحرص على حفنة من المال هنا أو هناك، وربما يرتكبون كل الفواحش وكل المنكرات وكل المحرمات من أجل دنيا أو لقمة سيبصقونها عما قريب، سيموتون ويتركون كل شيء. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك كل شيء مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم حرصا على دينه. أليس في هذا درس لكل واحد منا أن يهجر ما نهى الله عز وجل عنه وأن يترك المحرمات التي نعاقبها في كل يوم؟ أما آن لنا أن نهاجر من عالم الكذب إلى عالم الصدق، ومن عالم الشر إلى عالم الخير، ومن عالم الباطل إلى عالم الحق؟ أما آن لنا أن نهاجر من التعامل بالربا والفوائد البنكية والتجارة ومعاطلة المحرمات إلى التجارة في عالم الحلال وبيع الحلال والتجارة في الحلال؟ أما آن لنا أن نهجر عكوفنا وابتعادنا عن أداء أركان الإسلام إلى أن نتوب إلى الله عز وجل ونتشبث بدين الله عز وجل؟ فأن الهجرة درس لكل واحد منا، لكل واحد منا، لكي يعلم حقيقة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل شيء مع أصحابه، تركوا كل ما يملكون من أجل أن يفوزوا برضا رب العالمين، لأن حياتنا هنا 70-80-100 عام وتنتهي، أما حياتنا في الآخرة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فطوبى لمن كان من أهل الجنة فإنه يسعى سعادة لن يشقى بعدها أبدا، والويل والعار والشرار والدمار والخذلان والبوار لمن كان من أهل النار فإنه سيشقى شقاوة لن يسعد بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا زلاتنا وخطايانا إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا شابا إلا أصلحته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا إلى أهله سالما غانما رددته يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك وصراطك المستقيم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وصراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الرزق الحلال الطيب المبارك فيه يا رب العالمين، ونعوذ بك من الحرام ومن كل ما يقربنا إلى الحرام. إلهنا مولانا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا أرحم الراحمين، يا رجاء السائلين، يا حي يا قيوم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن